نور الشربيني لما سألتها انت عايزة تبقي ايه لما تخلصي مرحلة السكواش، كان في دماغي تخيل يعني بس طلع غلط. تفتكروا نور عايزة تشتغل ايه لما تتخرج؟ توقع. دكتورة؟ دكتورة ازاي؟ ها توقعات؟ نعم. طباخة؟ شيف؟ ممكن. شيف ممكن اوبشن برضه جديد فكرتش فيه. الحقيقة انه نور الشربيني عايز تشتغل مخرجة، وده بالنسبة لي كان حاجة يعني برة دائرة توقعاتي. صحيح انا عارفه ان هي بتدرس اداره اعلام، انما قلت لا هتشتغل في الماركتينج، هتشتغل في حاجه لها علاقه بالرياضه، انما انت عايزه تبقي مخرجه يا نور. يعني انا حاسه ان انا بحب حياه الاعلام ديت، مش عشان اطلع في التلفزيون بقى وكده، لا انا من وانا صغيره احب اتفرج على التلفزيون، احب مسلسلات، اغاني، كل الحاجات ديت كنت عايشه عليهم من وانا صغيره. يعني ده لازم، ده اكنه واجب عليا ان انا لازم اقعد اتفرج على التلفزيون. يعني حافظه تترات المسلسلات والحاجات دي؟ كتير يعني. لازم اغني. زي ايه؟ قولي لي تترات زي ايه. يعني رمضان اللي فات ده كله تقريبا يعني مسلسلات بالهبل، زي كنت اتفرج على حياه الدنيا و اعلى سعر، وفي كتير قوي تاني. لا امال كنت بتدربي امتى يا بنتي؟ كنت بتدرب، كان في بطوله كمان. انت عارفه عشان تتفرج على كل مسلسلات رمضان يا نور، انت فاهمه كام ساعه؟ انا فاهمه. بس انا ببقى مبسوطه جدا وانا بتفرج. يعني احنا لو افترضنا هنقول المسلسل مثلا 50 دقيقه، هنقول ساعه عشان نسهلها، يعني المسلسل الواحد 30 ساعه. ما هو بقى الانترنت ما خلاش بقى الساعة دي. انا بقيت اتفرج على الانترنت اسهل بكتير بصراحة. ايوة لو حسبتي بقى في 20 مسلسل، ده ليل ونهار ونهار وليل. هو مش 20 قوي يعني، ممكن اقللهم شوية، بس انا يعني دايما بعرف اعمل حاجتين في نفس الوقت، فان كنت اتفرج على التلفزيون واتفرج على الموبايل، لابتوب جنبي، اتكلم مع حد كده، يعني بيبقى ثلاثة دايرين في نفس الوقت كده. طب ايه اكتر مسلسل عجبك اخراجيا؟ انا كنت بحب حلاوه الدنيا قوي. حلاوه الدنيا والاعلى سعر، الاثنين دول كانوا بالنسبه لي من احسن مسلسلين السنه. عايزه تخرجي يعني مسلسلات ولا افلام ولا فيديو كليبس؟ اعلانات. حاجات كده قصيره. اللي دايما اللي كنت بحاول اعملها وانا في الكليه، عندي اكتر حاجه اتعلمتها اعتقد ان انا نعمل اعلانات يعني، فدي اللي انا هتخرج منها اكتر حاجه بعرف اعملها، فممكن اول حاجه اجربها يعني. ايوه بس انا تخيلت انك هيبقى عايزه تشتغلي حاجه لها علاقه بسكواش، لها علاقه بالرياضه بشكل عام. نفسي الاقي حاجه اقدر اميكس بيها الاثنين مع بعض، يعني يبقى اعمل حاجه ليها علاقه بالرياضه، ما فيش مانع جدا ان انا اعمل رياضه وليها معاها حاجه يعني اعمل فيها ماركتنج وميديا وحاجه تساعد بيها السكواش دي. اكيد عمري ما هبقى نفسي اعمل حاجه كده، بس في نفس الوقت نفسي اعمل حاجه برضو ملهاش علاقه بسكواش خالص. يعني انا شايفه ان انا في يوم من الايام انا هبطل العب سكواش، فانا لازم يبقى عندي حاجه بره السكواش خالص. رامي عاشور لما سالناه عن هواياته قال لنا بيحب يغني، وغنى لنا اغنيه لعمرو دياب بتهيألي، وبيغني اغاني عربي وانجليزي، وكان لطيف جدا في حواره معانا. انت ايه هواياتك؟ الاكل والنوم. لا بجد.